نظمت وزارة الداخلية احتفالية لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، تقديرا للتضحيات التي قدمها أبناؤهم في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن. ولسه بحس بيك جنبي في كل مكان. استمرارا لدعم وزارة الداخلية لأسر الشهداء، تقديرا للتضحيات التي سطرها أبناؤهم ليصل الوطن إلى ما هو عليه الآن من أمن واستقرار. وفي تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة، قامت بتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية، وهو تكريم يدفعهم إلى مزيد من التفوق. التكريم ده بيحفزنا دايما وبيخلينا لكل مرحلة جديدة عندنا طموح اننا نبقى احسن. التكريم بيديني دفع المزيد من التفوق والنجاح. كان نفسي بابا يكون معايا النهاردة وانا فخورة جدا بيه، بس وجود الضباط هنا برضو حسسني ان بابا موجود معايا. فرحانة ان هم مهتمين بنا، فرحانة ان انا بنت الشهيد. عشان بيقولوا اني بطل وابني بطل، ابويا شهيد دي حاجة اكيد تشرفني. كؤوس التفوق ومعها شهادات التقدير تم تقديمها لابناء الشهداء الذين أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية لهم على كل المستويات الاجتماعية والإنسانية والمعنوية والمادية، لتؤكد معها أن التضحيات تبقى مخلدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وهو ما ينعكس على الاهتمام والحفاوة بأبناء الشهداء في كل مكان. الوزارة واقفة معانا ومساندانا في كل وقت من أوقات حياتنا، لأنها بتقول للابن باباك موجود، إذا كان الأب راح فوزارة الداخلية هي بيتك التاني. بشكر فخامة الرئيس على اهتمام بأبنائنا وأبناء المتفوقين، وهم متواصلين معانا باستمرار، بيغفلوش عننا في أي حاجة، ودايما مكرمين الاولاد ودايما بيبعتوا لهم وكده، ودايما الاتصالات الاولاد عاملين ايه، في اي خدمه في اي مساعده نقدر نقدمها. اشكر الرئيس السيسي على حفله التكريم دي وان هو دايما مش ناسينا ودايما بنتكرم وبيرفع من معنوياتنا. مبسوط كده، انا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على اللي هم بيكرمونا كل سنة وبيهتموا بينا وبيحسسونا ان بابا لسه ما ماتش. احب اشكر رئيس الجمهورية والداخلية على المجهود الرائع اللي هو بيدينا نوع من الحماس على التفوق. وشهد تكريم ابناء الشهداء عدد من الفنانين وقيادات وزارة التربية والتعليم الذين ابدوا سعادة كبيرة بوجودهم وسط اسر الشهداء. والله انا سعيد جدا ان انا ببقى بشارك في اليوم الجميل قوي ده اللي احنا بنبقى فيه بنفتكر شهدائنا وبنكرم اولادهم، وطبعا المؤسسه العريقه مؤسسه الشرطه ما بتنساش ابدا اولادها ابدا. سعادتي غامره بهم واتمنى لهم التفوق والازدهار. فخور بالولاد دول، مش بس عشان هم متفوقين، لا هم كمان بيشرفوا اهاليهم وبيحفظوا صيغتهم الطاعه. انا سعيده بان احنا طول الوقت شايفين مصر بتعمل ايه لاولادنا، بيدوهم حافز وبيدوهم طاقه ايجابيه. انا شايفهم لقالق لان هم اولاد النور، اولاد الشهداء واللي ضحوا بحياتهم عشان الاستقرار وعشان الامن. النهارده المتفوقين بيقولوا ان هم خير خلف لخير سلف من ابناء الشهداء، لانهم اثبتوا ان فعلا ان هم ابناء كفاح وابناء ابطال، لانهم كافحوا وذاكروا ونجحوا. احنا مش بنجاملهم النهارده ولكن ده حقهم علينا. لمسة وفاء من وزارة الداخلية تجاه ابنائها من الشهداء تتمثل في رعاية ابنائهم، وهو ما ينعكس بالمردود الايجابي على اسر الشهداء الذين ترعاهم الدولة، ويحرص رئيس الجمهورية على دعمهم والتذكير الدائم بتضحياتهم في كل المناسبات. تكريم أبناء الشهداء في مختلف المراحل الدراسية هو تكريم للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار وأمن هذا الوطن، تضحياتهم التي قادت إلى التنمية وإلى هذا الاستقرار الذي يتحقق وإلى بناء الجمهورية الجديدة، فوجب هذا التكريم وهذا الاهتمام بهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.